ألا أجلس عبد معك الله، أطفال هذا الرجل المسن وعلى أشلاء وهذه الأنقاض أطيح؟ المحيطة به كانت فيما مضى منزله الذي تعرض للقصف. خلال الجولة الحالية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لجأت عائلته إلى مدرسة قريبة، ولكن بسبب الهجمات المتكررة من قبل الجيش الإسرائيلي على المدارس، عاد الأطفال إلى منازلهم مرة أخرى، هاربين من هول ما لقوه في المأوى بالمدرسة. إلا أن عبد الله وأحد أبنائه بقي في المدرسة. احنا كنا في المدرسة أبو تمام، كنا كل العيلة. فلما صاروا ضربوا المدارس، الأولاد وأولاد ولادي أجوا على الدار يناموا، وأنا كنت نايم برا. ففي الليل الساعة 12 وثلث سمعنا صوت، والمدرسة قريبة، فنظرنا من المدرسة فلا هي دار. وجيت على ما ترون الردم، وأولادي فيهم بعضهم أشلاء والبعض إصابات. قال عبد الله إن 11 فردا من عائلته، بمن فيهم ابنه وزوجة ابنه وستة من أحفاده، قتلوا في الغارة الجوية الإسرائيلية. أصغرهم كان يبلغ من العمر عاما واحدا، وأكبرهم يبلغ 8 أعوام. بعد تدمير منزله ومقتل أفراد أسرته، هذا المسن البالغ من العمر 70 عاما فقد الأمل في المستقبل. طبعا هم سند اولادي، انا اختياره مريض. وبعدين فيهم اللي استشهدوا، اللي ابن اصم. رسالة للعالم ولا احبائنا العرب ولا اعدائنا، كمان كفاية كفاية، ارحمونا. احنا اللي ماتش اليوم بموت بكره، بنموت على البطن. يعني انا حلحق اولادي بعد اخر يوم، حتى لو ما استشهدت انتهيت.